بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من برنامج معالم ثقافية. لعلنا تحدثنا في الحلقة الماضية عن موضوع الغضب، ولا شك أن الغضب موضوع جد جدير بالاهتمام، لكننا في هذه الحلقة سنطفئ الغضب بموضوع آخر. بماذا؟ بالابتسامة. فطلاقة الوجه وبشاشة النفس قيم أخلاقية وسمات طيبة يحثنا ديننا الحنيف على التحلي بها. فالابتسامة النابعة من القلب تضفي على الوجه بهاء وإشراقا، فضلا عما تتركه من أثر في نفوس البشر. قام عدد من العلماء بدراسة تأثير الابتسامة على الآخرين، فوجدوا أن الابتسامة تحمل معلومات قوية تستطيع التأثير على العقل الباطن للإنسان. ومن النتائج المهمة كذلك لهذه الأبحاث أن العلماء يتحدثون عن عطاء يمكن أن تقدمه للآخرين من خلال الابتسامة، لأنها تفوق العطاء المادي. الابتسامة موضوع حلقتنا لهذا اليوم، وأرحب بضيفي فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن أحمد الصوافي. مرحبا بك دكتور. مرحبا بكم وحياكم الله. إذن مشاهدينا سنبتسم بعد فاصل قليل. أهلا بكم مشاهدينا، ودائما كونوا على ابتسام، وحافظوا دائما على هدوئكم، فالابتسامة صدقة. دكتور، يعني يجدر بنا أن نبدأ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. ما هي دلالات أن توضع الابتسامة في خانة الصدقات؟ وكيف نجد الجانب التطبيقي لهذا المفهوم في مجتمعاتنا المعاصرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين، ومسك الختام للنبيين، وعلى آله وصحبه الغر الميامين. وبعد، فمقدمتك دعتني للابتسامة، فأنا أبتسم لأنك ابتسمت. بارك الله فيك. ونحن بحاجة إلى أن نطرق هذا الموضوع في وقت يعني أصبحت المنغصات كثيرة والمؤثرات كثيرة. صحيح. ولكن على الإنسان المسلم أن يكون مبتسما دائما. لكن هذه الابتسامة يجب أن تكون نابعة من إيمان صحيح، إيمان بالله سبحانه وتعالى. لأن الابتسامة نوعان: ابتسامة شفوية وابتسامة قلبية. والمجتمعات الإسلامية اليوم بحاجة إلى الابتسامة القلبية التي تنبعث من القلب بوضيئها المشرق، فتتجاوب معها الشفتان وتظهر الأسنان. هذه الابتسامة معناها الرسول صلى الله عليه وسلم: وابتسامك في وجه أخيك المسلم صدقة. وهنالك فرق بين التبسم وبين التكشير. فالتبسم نابع من الإيمان، لكن التكشير مصطنع، من شأنه أن يكون مصطنعا. والمسلم الحق يجب عليه أن يرعى الابتسامة الإيمانية التي حرص عليها رسول العناية الإلهية صلوات الله وسلامه عليه. فلقد حدثتنا كتب السير عنه صلوات الله وسلامه عليه، كان مثالا يحتذى في الابتسامة وهو يخاطب الصحابي أو الصحابة. قلما تجده متحدثا إلا مبتسما، وكأن ابتسامته صلى الله عليه وسلم تبين الدلالات، دلالات تلك الابتسامة. فلو لم يتكلم صلى الله عليه وسلم تكفي أن ابتسامته فيها الدلالات لما أراد أن يكلم به أصحابه
إلى غير ذلك من مواقفه صلوات الله وسلامه عليه. وليست الابتسامة أيضا لو تتبعنا السير الأنبياء والرسل مقصورة على نبي دون نبي أو رسول دون رسول. نجد جميع رسل الله عز وجل كانت لهم ابتسامتهم وهم يخاطبون الناس، يبلغونهم أوامر الله، ينهونهم عن نواهي الله، حتى في بعض الأحيان يأتي الرد من المدعوين ردا غير منطقي أو ردا لاذعا، تجد هذا الرسول مبتسما أمام ذلك الرد الفاضح، وإنما يحاول الرسول أن يرد عليه، أن يرد عليهم ردا منطقيا. فعلى سبيل المثال هود عليه السلام عندما قال لقوم عاد: أتبنون بكل ريع آية تعبثون، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وإذا بطشتم بطشتم جبارين، فاتقوا الله وأطيعون. تذكر بعض الكتب وهو يخاطبهم يذكرهم بهذه النعم وهو مستخدما الهدوء وجميل التخاطب والابتسامة، ويخاطبهم: أتبنون بكل ريع آية تعبثون، أي أتبنون بيوتكم في الأمكنة الرفيعة، الريع المكان المرتفع. وهنا يبين لهم هود عليه السلام، يبين لهم عن أي شيء؟ يبين لهم عن تقدمهم في الفن المعماري. ثم قال لهم: وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، يذكرهم أيضا بجانب الاقتصاد. ثم يقول لهم: وإذا بطشتم بطشتم جبارين، يذكرهم بالقوة العسكرية التي وهبهم الله إياها. يخاطبهم بلسان الرسول المبتسم المشرق بالإيمان، لكن القوم قالوا: سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، إن هذا إلا خلق الأولين. جميل. دكتور، يعني تبين الدراسات أن حاجة الإنسان للسرور والفرح ربما تكون أهم من حاجته أحيانا للطعام والشراب. ما هي انعكاسات طلاقة الوجه على الصحة النفسية والبدنية؟ قال علماء الطب أنه إذا ابتسم الإنسان 13 عضلة كلها تتفتح سريرها. يا سلام. عكس لو غضب، لو غضب لم تتفتح معه إلا عضلتين فقط أو عضلة واحدة. وفي ذلك دلالة على أن الابتسامة تعطي الإنسان راحة نفسية، تعطيه استقرارا. ونجد الرسول صلى الله عليه وسلم الأسوة المثالية لهذا المجتمع، وهو يداعب أصحابه بالمزاح ليفتح أسارهم. جاءه رجل في يوم من الأيام فقال: يا رسول الله، أريد أن تحملني على جمل. قال: سأحملك على ولد الناقة. والرسول صلى الله عليه وسلم يبتسم، ولى الرجل. ثم استدعاه، قال له: يا هذا، أليس كل جمل ولد للناقة؟ في أول الأمر لم يفهم الرجل، وكأن في نفسه شيء، حزن من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ومن مداعبته ومن صفائه ومن ابتسامته، فولى صلى الله عليه وسلم، فولى الرجل. ثم قال له: تعال يا هذا، أليس كل جمل ولد للناقة؟ هذا موقف من مواقف التي يستطيع الرسول صلى الله عليه وسلم بأسلوبه وبابتسامته أن يفتح يعني قلب ذلك الرجل المغلق، بعد أن أخذ في قلبه شيئا يعني من موقف الرسول صلى الله عليه وسلم. وعندما جاءته المرأة العجوز تسأله صلوات الله وسلامه عليه أن يدعو لها بدخول الجنة، قال: لا يدخل الجنة عجوز. فبكت. هنا نجد الرسول صلى الله عليه وسلم يشتد مزاحه
لا تدخل الجنة عجوز، لا تدخل الجنة عجوز، وهو يبتسم في وجهها ولا يمزح، يمزح إلا ولا يمزح إلا حقا. والمصطفى يمزح لكن لم يقل عند المزاح غير حقا قد قبل. قليله يحمد والكثير يذم، فليحذر به التكثير. وهي اشتد بكاؤها المرأة، فلما اشتد بكاؤها أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعيدها من تلك الشدة وأن يفتح أسارها. قال لها: أما قرأت قوله تعالى: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. وأيضا كان رجل يسمى زاهر، هذا عاش في البادية، هو من البادية، ويأتي الرسول صلى الله عليه وسلم من البادية بهدايا البادية وبأخبار البادية. وعندما يصل زاهر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يستقبله الرسول صلى الله عليه وسلم استقبالا، فيقول: نحن حاضرة زاهر وهو باديتنا. زاهر حسب ما تذكر بعض كتب التاريخ أنه أعمى. في يوم من الأيام وجده الرسول صلى الله عليه وسلم في السوق، فمسكه من رقبته وحاول زاهر أن ينفلت، هو في أول الأمر لم يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن بعد ذلك أدرك. كيف أدرك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ به، أخذ به بيده الشريفة؟ الريحة الزاكية التي تفوح من يد الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: بكم من يشترى هذا؟ قال: ستجدني كاسدا يا رسول الله. قال: عند الله غال يا زاهر. الرسول صلى الله عليه وسلم في قمة من التواضع، في قمة من المزاح، في قمة، يعني لا تجده مكشرا. نحن بحاجة إلى أن نتتبع هذه السيرة العطرة، وأن نتتبع سيرة الصحابة رضوان الله عليهم. يعني كيف كانوا يخاطبون الناس، كيف كانوا يوجهون الناس، كيف يدعونهم. الابتسامة من تأثيرها في الغير، الابتسامة من تأثيرها في الغير، إن كان الغير سالكا طريقا معوجا، بمجرد الداعية أن يبتسم في وجه المدعو، تلك الابتسامة تكون سببا لإصلاح ذلك الرجل. جميل دكتور، يعني المجتمع مليء بالعديد من الفئات، هناك المريض، هناك المهموم، هناك من يعاني من مشكلات مادية مثلا، يعني كيف يمكن أن نسخر هذا السر الإلهي العظيم في التخفيف عن هؤلاء؟ أو إذا لم تستخدم هذه الوصفة الإلهية، ماذا سيكون مردودها على هؤلاء الفئة؟ شوف أخي داود، ليس هنالك من علاج لمثل هذه القضايا إلا الرجوع إلى منهج الله سبحانه وتعالى، الاستقامة. جاء سفيان بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال: قل آمنت بالله ثم استقم. فإذا تمسك الإنسان بهذين المبدأين، بالإيمان بالله عز وجل وبالاستقامة، استمساكا محكما في كل ما يفعله، في كل ما يسلكه، في كل ما يقوله، نجد مثل هذا الشخص هو الذي يستطيع أن يعالج تلك الفئات الموجودة. الفقير على سبيل المثال، إن وجد حنو الغني عليه استقام. العاصي إن وجد الداعي الحكيم رجع إلى الله. المصاب إن أصيب، يعني في نفسه أصيب مثلا بوفاة ووجد من يواسيه يعزيه، يعني وجد أيضا من يعني يشاركه في هذه الحياة. المسلم أخو المسلم،
المسلم للمسلم كاللبنة البيضاء تشد بعضها بعضا، المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص. ونحن لو تأملنا كلمة يسبح في القرآن الكريم، وقد يفهم المستمع أنني خرجت عن الموضوع، لا لم أخرج عن الموضوع. كلمة يسبح وردت في القرآن الكريم كثيرا، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، يسبح لله ما في السماوات والأرض، هذه صيغة المضارع. صيغة الماضي سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، أي من صيغ المضارع تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. وجاءت الصيغة بالأمر أيضا، سبح اسم ربك الأعلى. هذه الصيغ توحي بأن هذه الكائنات جميعها هي تسبح لله عز وجل. تصور أعضاء الإنسان تسبح لله عز وجل، فإذا ابتسم المسلم ابتسامة الإيمان سبح لسانه لله عز وجل، الله، وسبحت شفتاه لله عز وجل، وسبحت أسنانه لله عز وجل، بمجرد أن يبتسم ابتسامة إيمانية. وفي المقابل إن كانت الابتسامة جوفاء، لا تسبح شفة ولا يسبح ضرس ولا يسبح أي عضو من أعضاء الإنسان، الإنسان المسلم مطالب أن يخضع لماذا؟ لمنهاج الله عز وجل في قوله في فعله في سلوكه. بهذا يستطيع أن يعالج قضايا اجتماعية، والقضايا بالذات نحن في عصر كثرت فيه الأمراض المستعصية التي أجمع الأطباء على عدم علاجها، أي لم يتوصلوا لصنع دواء يعالج هذه الأمراض كالهربز مثلا، كالإيدز مثلا، والسرطان والعياذ بالله من هذه الأمراض التي أصبحت فتاكة. لكن سبحان الله، قد تجد إنسانا مصابا مثلا بالسرطان، هذا مرض من الحق سبحانه وتعالى، وتدخل عليه وهو إنسان مؤمن تجده مبتسما. وأصارحك القول، أنا دخلت على إنسان أعوده مصاب بهذا المرض ويكاد يعني في الأنفاس الأخيرة، وأسلم عليه ويقول الحمد لله، هذا قضاء الله وهذا قدره، وتجد الابتسامة ملء شفتيه، الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. بينما تجد شخص آخر بمجرد وعكة بسيطة يقوم ويقعد، أين الصبر؟ أين التحمل؟ التحمل نفسه والابتسامة نفسها تعالج الإنسان نفسه. أما إذا أصبح الإنسان مجرد يسأل اسمت فلان يقول فيه ايش يقولوا في انا، وهكذا يعني، او حتى المرض ربما يسمع يعني مرض مشابه وفلان، او يسمع مرض مشابه يصيب كيف كان فلان وكيف فلان وكيف كان فلان، شوفي لم يشفى وماذا مصير يعني. لا، وليش مات فجأة؟ ليش مات فجأة يا اخي؟ موت الفجأة كائن من قديم التاريخ. ليش مات فجأة؟ اكيد ان هذا الانسان مريض من زمان. شوف، مريض من زمان يا اخي، الموت حق وكتب علينا الموت. يعني كيف نتسلح للموت؟ هذاك أجل بيد الله سبحانه وتعالى، كل نفس ذائقة الموت. نحن ما نبى نخرج إلى موضوع الموت، نحن نتكلم عن الابتسامة. إنما الذي يهمنا أن يكون الإنسان مبتسما في منشطه وفي مكرهه وفي حضره وفي سفره وفي صحته وفي سقمه. جميل. المداومة على هذه الخصلة الحميدة دكتور، يعني إلى أي مدى يمكن أن تجنب أفراد المجتمع، أو تحبب بالأحرى أفراد المجتمع للقيام بواجباتهم؟ يعني هذه المؤسسة كيف تنجح إذا شاعت الابتسامة بين أفرادها وأعضائها، وبالتالي ينجح المجتمع ويكون مثلا وقدوة؟ سؤال وجيه جدا. من باب أولى، إذا شاعت هذه المؤسسة ووجدت إداراتها بين أفراد المجتمع، ووجد في هذه الإدارات من كانوا مؤهلين في يعني إدارة
دفة هذه يعني دفة الابتسامة إلى غير ذلك من الجوانب القيمية. فمن باب أولى أن المجتمع سيصبح مجتمعا هادئا، مجتمعا متكافلا، لا يعرف الحقد ولا يعرف التحاسد ولا يعرف الأنانية، إنما عنده الإيثار وعنده أيضا الصدقات وعنده أيضا الصلات بين أفراد المجتمع. أنا حزين لأخ داود إنه جماعة في مكان واحد لا يتزاورون، في مكان واحد يتلاقون في المسجد وقد لا يعرف هذا اسم الآخر. من هنا تأتي الابتسامة، نحن بحاجة إلى أن يعرف بعضنا بعضا، من أنت؟ أنا فلان. وهذا كان هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. وما بالك إذا كانوا يعرفون بعضهم جيدا ولا وما بالك إذا كانت المعرفة موجودة وهم لا يتزاورون، بينما في الحديث المتزاورون في على منابر من نور يوم القيامة، ينادي منادي يوم القيامة أين المتزاورون في، أين المتآخون في، أين المتحابون في، اليوم أظلهم بظلي يوم لا ظل إلا ظلي، أين المتزاورون في. هذه الزيارة لا تتم إلا بالابتسامة. وأنت تعرف إذا جاءك شخص تبش في وجهه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقابل حتى غير المسلمين ويبش في وجوههم، يقابل النصارى ويقابل اليهود ويبش في وجوههم. فمن باب أولى كان يبش في وجوه الصحابة، في وجوه من آمنوا به صلوات الله وسلامه عليه. حتى في يوم من الأيام لما المجموعة الأولى من المؤمنين أصيبوا بما أصيبوا به من التنكيل والعذاب، كسمية وعمار بن ياسر وياسر، يمر عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الدعوة الإسلامية ولا يستطيع أن يقدم لهم إلا صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. بكل حنان وبكل ابتسامة، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، صبرنا باليقظان فإن موعدكم الجنة. دكتور، يعني لا شك أن الابتسامة إذا شاعت في، يعني إذا ركزنا على موضوع التعامل بين الناس والمجتمعات المدنية، يعني ستكون الابتسامة سر نجاح هذه المؤسسة أو سر هدمها إذا ما يعني فقدت هذه الابتسامة. ربما أحيانا أنت تذهب إلى العمل وترى الناس يعني مكشرين وغيره، يعني فربما حتى تؤثر على العمل، ما بال هؤلاء الأقوام لا يبتسمون، يمكن أنت لن تنتج في هذا اليوم. صحيح، أهم ما يكون الإنسان يتعامل مع أخيه بالتعامل الذي يرضاه لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. دخل رجل على أديب من الأدباء وهو غير قادر على اللغة العربية، وتخوف هذا الرجل أن يخطأ في وجه الأديب، فقال إن أخيك. فجاوبه الأديب إنه هو فجاء الأديب أذكى منه. وكم هنالك، يعني نحن لو تأملنا في مواقف مثل ما حدث عند بعض الأمراء، كانوا في المقبرة والأعمش واقف، والأعمش معروف بالنكت الطريفة، هو عالم العلماء، وهذه القصة وإن كانت في المقبرة لكن انظر كيف الجواب فيه الابتسامة. فقال الأمير للأعمش: ماذا قدمت لهذا القبر؟ فرد عليه الأعمش: خالة أمير المؤمنين. هي ميتة، خالة أمير المؤمنين. انظر إلى هذا الذكاء يعني من الأعمش. ورجل دخل على الخليل بن أحمد المعروف العماني المشهور بعلم العروض، فاستأذن بالدخول عليه، فأخبر الأخ الخليل أن رجلا جاء ليسلم عليك، فأذن له فدخل، فقال له:
الأخ يقول للخليل يعني ساق كلاما على غير اللغة العربية كله مكسر. فرد العالم الذي جاء يزور الخليل قال ليس بك من مرض، إنما مرضك من أخيك. لأنه لا يجد التحدث، لأنه بكل ابتسامة لأنه لا يجد التحدث. لا يجد التحدث. فلذلك ينبغي على الإنسان الموظف وهو يأتي إلى العمل أن يكون مبتسما أمام زميله الموظف، أمام مسؤوله، أمام يعني أخيه، أمام أخته. أنا يأتي بالابتسامة، السلام عليكم وعليكم السلام، كيف الحال، والابتسامة موجودة. الابتسامة هذا مطلوب طبعا من كل الفئات، وهذا مطلوب من كل الفئات. أو حتى يدخل الإنسان على مسؤول مدير عام أو وكيل أو وزير، أما أنك تدخل على واحد مسؤول وتشوفه نافخ نفسه وأوداقه ما شاء الله وخلاص عدتنا المسؤول ولا تكلموني. لا لا، المؤسسة العملية هنا لن تستطيع أن تنجز العمل. ولذلك وجد في علم الإدارة، وجد في علم الإدارة أن المدير الناجح من ينمي المواهب الإدارية لا من يقتلها. ثم بين كيف ينمي المواهب الإدارية، قال غير العارف يعرفه بعمله وغير القادر يساعده على عمله. ما يروح يكتب عليه التقارير من وراء الستار فلان كذا وفلان كذا يتسرع في الأمور، لا، يحاول توجيهه، إرشاده، علاجه. ولذلك كم من إنسان يعني مع الأسف وحيل إلى المعاش بسبب كلمة طائشة وعدم التأكد مما قيل. يعني صحيح. هذا غلط. صحيح. غلط في المفاهيم. نحن بحاجة إلى رعاية هذه المؤسسة العملية، ورعايتها لا تتم، أقول لك بصراحة ولجميع المشاهدين، إلا إذا استطعنا أن نحقق الابتسامة الإيمانية والتواضع الجم والأخلاق الحميدة التي من شأنها تبني وترفع. جميل. أريد أن أتحول دكتور إلى نقطة أخرى. حقيقة يعني الداعية الإسلامية مطالب هو كذلك بطلاقة الوجه بالابتسام في إيصال رسالته الإسلامية. ما مدى تأثير هذه الوصفة الإسلامية إذا ما جاءت من الواعظ أو الداعية الإسلامية، ما مدى تأثيرها على القلوب العصية أو القاسية؟ دخلت الحرم النبوية في من فترة في السبعينات. وإذا متحدث يتحدث، أحد العلماء يتحدث في قضية من القضايا ويسب ويشتم من لم يتفق مع مذهبه في الرأي، فقام أحد الجالسين فسأل المحاضر سؤالا مفحما فلم يستطع الجواب وانتهت المحاضرة. الداعية الإسلامي هو القدوة، هو القدوة، لأن وظيفته الدعوة إلى الله. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ومن هنا لبيان الجنس، ليس المقصود البعضية في اللغة العربية. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، فتحقيق الدعوة لن يتم بتقطيب الجبين ولا باللعن ولا بالسب ولا بالشتم. هنالك منهج للدعوة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والحكمة هنا تحمل معاني كثيرة، والحكمة تحمل معاني كثيرة. أضف إلى ذلك أننا لو قرأنا سيرة السلف الصالح بدءا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان، نجدهم دائما في دعوتهم يصطحبون الابتسامة. فهذا تميم الداري يستأذن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يحدث الناس، أن يعظ الناس، أن يدعوهم، فقال له إذا وعظت الناس فلا تطل، وإن أطلت فابتسم.
فابتسم لهم. نعم. وكذلك يعني في من وصايا بعض العلماء التربية أن التربية الناجحة لا تكون إلا بالابتسامة. صاحب الإحياء الإمام الغزالي وهو من كبار علماء التربية وكثير مثله، لو قرأ الإنسان في مؤلفاتهم نجدهم دائما يركزون حتى في الأساليب التربوية أن تكون الابتسامة مصاحبة للمدرس الذي يدرس المادة. حب أن المدرس جاء متضايقا، كيف يستطيع أن يؤثر على هذا الطالب على النشء الصغير هذا؟ فإذا كنت أنا وأنت مطالبين أن ناتي بالابتسامة مع الكبار فمن باب أولى الصغار. إذن نحن بحاجة إلى أن نرعى هذه المؤسسة الإسلامية ليصبح هذا المجتمع مجتمعا متكافئا قادرا على مواجهة التحديات. أشكرك دكتور على هذا الإيضاح وعلى هذه الروح المبتسمة دائما. أشكرك على هذه الحلقة التي تحدثنا فيها عن الابتسامة. وأنا أشكركم وأشكرك على هذه الأسئلة وعلى هذه الابتسامة. نذكر دوما أخي الكريم، أو تذكر دائما، أن الابتسامة تحدث في ومضة لكن يبقى ذكرها دهرا، وهي المفتاح الذي يفتح أقسى القلوب. فهي إخوتي نبتسم في وجوه الناس، نبشرهم ولا ننفرهم. يمكنك عزيز المشاهد من خلال هذه الابتسامة أن تدخل السرور لقلوب الآخرين، وهذا نوع من العطاء تؤجر عليه. نلقاكم بمشيئة الله في الأسبوع القادم. تحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله.